بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يقول بعض مدعي العلم للوسطية أو مدعي الدعوة للوسطية يزعمون أن من الوسطية عدم الرد على المخالف وكذلك مد الجسور مع أهل البدع. هذه ما هي وسطية، هذه تطرف. الوسطية أنك تقبل الحق وترد الباطل، هذه الوسطية. اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم الذين ذكرهم الله بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه هي الوسطية. وأما الرد على المخالف هذا أمر واجب. الله رد على الكفار والمشركين والمنافقين في القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليهم في السنة، والأئمة ردوا على المبطلين. لا بد من بيان الباطل والرد على أهل الباطل، وليس هذا من التطرف أو الغلو أو الإرهاب كما يقولون، بل هذا من بيان الحق. فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا بد من البيان، رد الباطل ونصرة الحق، هذا أمر لا بد منه. نعم.